السلام عليكم ورحمة الله تعالى. في قصة مهم جدا 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 7000 مليون جدا ان حضرتك تعرف ليه الأنظمة العربية وتحديدا مصر الإمارات السعودية بيكرهوا حماس. ضروري جدا جدا حضرتك تعرف القصة البسيطة دي. في ثمانينيات القرن الماضي، يعني في 1980 وانت طالع لغاية 1987 86 الكلام ده، عايز أقول لحضرتك على معلومة، وهذه هي الصراحة والحقيقة شاء من شاء وأبى من أبى. غزة سنة 80 لغاية 85-86 كانت عبارة عن وكر للمخدرات. المخدرات كانت منتشرة فيها جدا 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 والكلام ده كله، وكان منتشر بقى الناس ده يطغى على ده، ده يأخد حاجة ده والكلام ده كله. إلى حد ما كان الحاجات دي منتشرة في غزة جدا جدا، لغاية ما ظهر مجموعة من الناس من أهل غزة ذاتهم، من أهل غزة ذاتهم. وعلى فكرة كان من مصلحة إسرائيل في هذا التوقيت إن غزة تبقى على هذا الأمر، يعني تبقى بهذا الشكل كده. ليه؟ بعد الاتفاقيات اللي اتعملت والكلام ده كله، إن غزة والضفة الغربية دول اللي هيبقوا مش عارف الدولة مش عارف إيه والكلام ده كله، حل الدولتين. فكان من طبعها أو من غرض إسرائيل كده كده الضفة الغربية تحت سيطرتنا تماما، أما غزة دي بقى يبقى نخليها منكل بيها كده، وفي نفس الوقت كل ما ندخل جوه غزة بيحصل اللي بيحصل فينا زي ما بيحصل فيهم الأيام دي. طب احنا نعمل ايه؟ احنا نجعل كل تجارة غير مشروعة مع غزة مفتوحة، لدرجة كانت المعابر الإسرائيلية من ناحية غزة كانت بتسمح بدخول المخدرات بشكل عادي جدا جدا جدا، أكتر من كونها بتسمح بدخول المية والأغذية والكلام ده كله لغزة. ليه؟ علشان يكون فيها حالة من الانحلال. زي ايه مثلا؟ زي الوضع الانحلالي اللي وصلت لي السعودية الآن، اللي وصلت لي الإمارات، اللي وصلت لي مصر، الكلام اللي وصلت لي الدول العربية كلها يعني بشكل عام. فكانت غزة في ثمانينيات القرن الماضي بهذا الشكل، لغاية ما ظهر مجموعة من أهل غزة من الناس ذاتهم، ناس عادية جدا ولم يمارسوا العمل السياسي في البداية تماما. المجموعة دول كان زي عبد العزيز الرنتيسي، زي الشيخ أحمد ياسين وكده يعني، وكل الناس اللي بدأت في البداية مع حركة الشبان المسلمين، مش حماس، الشبان المسلمين. بدأت الحركة دي تتكون، تعمل ما يسمى بمجلس الحكماء، تعمل ما يسمى بمجلس العائلات في مصر والكلام ده كله، تعمل ما يسمى بحكومة مصغرة، بهيئة رقابية مصغرة لبدء منع المخدرات والكلام ده كله والحاجات اللي بتغضب الله عز وجل. ومنعت تماما 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 في غزة الحاجات دي، وأصبحت يعني جرما لا يغتفر أبدا إن الحاجات دي تكون موجودة في غزة، تمام؟ لغاية ما جت الانتفاضة الأولى، وهنا المجموعة بتاعت الشبان المسلمين شافوا نفسهم. طيب يا جماعة يعني ثانية بس كده، إحنا خلاص زبطنا الأمور في غزة، موضوع المخدرات ده بقى ممنوع يدخل تاني، ممنوع حد يتعاطاه، اللي بيتعاطاه بيعاقب وعقابا شديدا الكلام ده كله. طيب حصلت الانتفاضة الأولى، تحولت هنا بقى حركة الشبان المسلمين وحماس، تحولوا إلى إن هم يشاركوا في الانتفاضة. من هنا بدأ عملهم السياسي، تمام؟ هم كانوا عايزين يمارسوا العمل السياسي من البداية، بس كان لازم إصلاح ذات البين، إصلاح الداخل الأول، الداخل مهترق، الداخل المخدرات بتخش له من كل حد وصوب، الداخل ما روح الإسلام نزعت منه، الخمور موجودة. أيوة يا جماعة، أيوة. هتقول لي زي مين؟ هقول لك برضو زي مصر الآن والسعودية والإمارات. فلما غزة خرجت من ده، تخيل بقى، شوف أنا بكلمك في الثمانينيات، إحنا النهاردة في 2023، بالله عليك بتشوف الأطفال في غزة والنساء في غزة والشيوخ في غزة والرجالة في غزة، حجم التدين اللي هم واصلينه عامل إزاي؟ أكيد وانت قاعد بنفسك بتقول الناس دي مش زينا، الناس دول تشعر وكأنهم جم من جيل الصحابة، صح؟ لما بتشوف حتى الناس اللي الرجالة وأبا الرجال واللي بيعملوه تقول لا 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 لا، وتلاقيه مش لابس حاجة في رجله وطالع بيخلص المهمة بتاعته ويرجع، تقول لا لا لا، الناس دول مش زينا، الناس دول جم من جيل الصحابة. فتخيل هم تحولوا من إيه لإيه؟ أنت معايا؟ أنا بس عاوز أوصلك للمعلومة دي، من المخدرات وي 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 لإيه؟ لناس أنت بتشوفهم وتوصفهم كأنهم جايين من جيل الصحابة. وده اللي رفضته مصر والسعودية والإمارات تحديدا. ليه؟ قلنا من مصلحة إسرائيل إن غزة تكون في الضياع، زي ما مصر الآن في الضياع، في الضياع اقتصاديا، في الضياع للأسف الشديد بسبب النظام المصري، أخلاقيا أكيد بنشوف الأفلام والأعمال السينمائية حاجة في
منتهى الخزي، اكيد بنشوف اللي بيحصل في اكيد بنشوف حاجات كتير جدا جدا للاسف الشديد، وبرامج البث المباشر اللي بعض الفتيات المصريات بقت بتستخدمها، والسعوديات والاماراتيات وكتير جدا من المحيط للخليج فتيات بتستخدم برامج للاسف الشديد يعني، ويعني بتتخلى عن ملابسها تماما وبتتصور بالكاميرات والكلام ده كله، فبيوريك بس نزعك من الاسلام والمسلمين. في الحملات الصليبيه يا جماعه كانوا بيقولوا علشان تقدر تسيطر على الشرق الاوسط لابد الاول ان تسقط الدين عن المراه، لان المراه العربيه والاسلاميه هي رسم البيت وعماده، اذا دينها تفكك تفكك دين البيت، واذا دين البيت تفكك دين الاسره، المجتمع الديني بتاعه بيتفكك، واذا بعد العرب والمسلمين عن الدين وعن صحيح الدين الاسلامي نستطيع ان نسيطر عليهم. زي ما تم السيطرة الآن على مصر ومسيطرين على الإمارات ومسيطرين على السعودية ومسيطرين على كل بلادنا العربية من المحيط للخليج، هاتها بقى جزائر تونس مغرب كل ده وانت ماشي خده 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 كله في وشك كله ده صح. ففكرة ان غزة تخرج من هنا وتروح لمرحلة ان الآن الكل شايفهم كأنهم جايين من جيل الصحابة، ده معناه ايه؟ معناه الصمود اللي انت شايفه الآن أمام إسرائيل لأكتر من 110 يوم، معناه التحمل، معناه الانتصارات اللي بتحقق في إسرائيل وفي أمريكا وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكل جيوش العالم ودول العالم العظمى اللي منيمه الحكام العرب منبطحين بيناموا من المغرب بأوامر منه. صح صح. فلما تحولت غزة هذا التحول، الحكام اللي عايزين يتمسكوا بالكرسي في شروط موضوع عليهم، زي ما السيسي غير المناهج في التعليمية وقال لك عايزين نشيل بعض الآيات القرآنية ونصوص الدينية، زي ما محمد ابن سلمان برضو غير المناهج التعليمية وشال فكرة ان اسرائيل ان الاحتلال وحط مكانها اسرائيل والكلام ده كله، زي عبد العزيز آل سعود او اللي هو المؤسس بتاعهم دول لما قال لك الابرياء اخواتنا الحبايبنا اللي هم اجدادنا نسل اجدادنا بني قريظة والكلام ده. المقصد يعني فكرة الانحلال اللي وصل للأمة العربية، السعودية واللي بيحصل فيها من خمور والخبر اللي عرضناه لحضراتكم وغيرها من اللي بيحصل فيها من حفلات الهشك بشك والترفيه وارتفاع معدل التحرش بشكل كبير جدا في أرض رسول الله، الإمارات ودبي تحديدا اللي هي حضرتك بتقول في بعض الناس بتقول انت لو رحت اوروبا بتشوف البنات في الشارع مش لابسين، تشوف مش عارف بيوت الايه فتيات الايه، لا انت لو رحت دبي هذه الأرض يعني مو مجرد ما توصل دبي انت تأكد حضرتك لو يعني تعاملت بشكل ما معهم فانت حجزت لنفسك موضع كده مع ابليس. دبي الان بقت عبارة عن وكر من اكبر الاوكار اللي ممكن لك ان تتخيلها للمخدرات والدعارة وكل شيء وتجارة الفتيات وكل شيء كل شيء موجود الان في دبي. ليه بقى؟ هو كان لازم ينزي عنك الاسلام، ينزي عنك العروبة. ليه؟ علشان كنت تكون ذليل منبطح ما تعرفش حاجة، تخشى الموت، ما تقدرش تدافع عن حقك، ما تعرفش بدائيات الإسلام عندك إيه، ما تعرفش حاجة عن دينك ولا شريعتك ولا معتقدك، ما تبقاش قوي ولا صامد. ده اللي كانت فيه غزة من 40 سنة، بعيدا عن البيوت والفتيات وكده ما كانتش موجودة، لكن كان موجود الخمور، كان موجود المخدرات، وكان بتدخل بإس إسرائيل لغاية ما جت حماس وخلصت على كل ده، وبدأت حماس تعيد بناء غزة تاني، وبدأ الشبان هناك يعيدوا بناء غزة تاني، وبدأ هناك تسمع أي شاب أي فتاة أي طفل أي حد هناك في أي حاجة يكلمك بالقرآن وبالدين وبالإسلام وباللغة العربية الفصحى، وحاجة جميلة جدا جدا. ده اللي إسرائيل رفضاه، عشان كده لو تلاقي نتنياهو من شهر واتنين قال لك كم مرة إيه هنغير المناهج اللي في غزة، عايز يخليها مناهج زي المناهج التعليمية اللي في مصر، مناهج زي المناهج التعليمية اللي في السعودية، مناهج زي المناهج التعليمية اللي في الإمارات، اللي هي بتنشئ جيل منبطح إلا ما رحم ربي لو قدرت تملص نفسك من المناهج دي وتروح من مكان آخر يعني تجيب الحقيقة بشكل كامل. فكان طبيعي لكل الحكام المنبطحين الخونة إنهم علشان يبقوا على الحكم وعلى الكرسي إنهم يخونوا غزة وأهل غزة ويكرهوا حماس. ليه؟ لأن حماس أعادت البوصلة لأهل غزة على بوصلة الصحابة، فعشان كده كان طبيعي كل هؤلاء يكرهوه، لأن عودة بوصلة حماس على بوصلة الصحابة هتلاقي ناس كتير جدا من العرب والمسلمين ومن المحيط للخليج بيقولوا إيه ده؟ إحنا شايفينهم كأنهم صحابة، فتشعر من جواك بالغبطة وإنك عايز تكون زيهم وإنك عايز توصل لهم. والحكام العرب فاهمين إنك لو وصلت 10% من الإيمان والعقيدة اللي عند أهل غزة
الحاكم بتاع دولتك مش هيقعد على الكرسي ساعتين زمن وهتنزل تشيله، ولن تقبل الدنيه ابدا، لا على نفسك ولا على اهلك ولا على دولتك ولا حتى على اهل غزه انك تسيبهم بهذا الشكل. عرفتوا ليه كل هؤلاء بيكرهوا حماس وغزه؟